اسعد الله مساكم، ان شاء الله تكونون بصحه وبسلامه. كوهيبا سوبريموس، سيجار ولد حموله بطن وظهر، اصدار 2014 ليميتد اديشن. كوهيبا سوبريموس ولد ناجحا. عموما 2014 كانت سنه الاصدارات الناجحه، ارتقاس كوهيبا اوليفار، اصدارات كلها ناجحه. هذا الاصدار ليميتد اديشن، الكل حبه، الكل يدوره، شب نار واسعاره شبت نار والكميه. طبعا الكوهيبا سوبريموس الرينج ماله مثل ما قلنا 58 والطول 127، ويعتبر ابلى سيجار كوبي في هذاك الوقت. نزل طبعا اكبر منه اللي هو الماجستوسوس، مثل ما انتم شايفين تربل كاب، هذا الفوت سيجار متشوش بس الدرو ماله وايد ممتاز. هذا من تجربتي، الاروما مالت الرابر ايرثي والفوت وودي. طبعا السيجار فل، ما يتغشمر، ما يصلح للمبتدئين، بس مزاجه صح. في ناس يقولون الكوهيبا شهرة، صحيح، بس الكوهيبا لما ينزلون سيجار ليميتد اديشن دائما ينزلونه صح، ودائما يكون الاصدار قوي، وعندهم سوابق في سبلايم، عندهم الماجستوسس، عندهم السوبريموس. المهم ان هذا واحد من الفضل. طبعا اسم المصنع ماجنيفيكوس او الجبار على قولتهم. طبعا اني حق الجد نقص السيجار. طبعا دائما نقول ركز ولا تتردد، على طول قصه. وين راحت القحفيه؟ قهوه القحفيه، يكون قصتك نظيفه مثل هذه، ما في شيء، بس شعرات القرعه شويه. الدرو هني المحك يبين السيجار مريح ومخزن مضبوط على حسب الاصول ومربع الحب الدلال، الدرو يكون جبار. ونبي العيد عيدي. ولا الدرو فراري، فالحين هي وقت التوليد. ترين، نكمل مشوارنا. طبعا في ناس يقول ليش النار هادية؟ الفكرة الأساسية انك تحرك الوي بسلاسة وهدوء على اساس السيجار يحترق صح. وما استعيد، بعدين انفخ برا. طلع من خشمي لان السيجار والحموله ما تلاعب مع غلط ولا صح، عشان امزج عليه صح. هذه البدايه، سيجار مرعب شكلا، هذا الكونستراكشن، هذا البان الاحتراق، بدايته ايرثي خفيف، تحس انه مريح السيجار، كل ما يقدم السيجار كل ما يريح، شكله يخرع، بس سيجار وايد سلس. الافتر تيست الدرو ماله ما شاء الله وايد سلس، نقدر نقول عليه على قولتهم فراري. بجانب شنو؟ انه لما تطلع من خشمك ما تحس بحرقه، السيجار اول ما تشوفه تقول اوف هذا ايش راح يسوي؟ واستطعام، مزاج، مزاج عيد صح. وأشكر كل اللي ردوا على التعييدة. عيدكم بارك. مزاج صح، واحد يقول يشبه دخنة ويشبه الكوهيبا مادورو 5 من صدق.
وين الثرى؟ وين الثريا؟ شن دخل الله هداك؟ ما في مجال يعني، ما في مجال تقنعني لا اليوم ولا باكر ولا عقبه. وين المدورو 5؟ وين السوبريموس؟ اكيد مدخل شيء، في شيء غلط يعني. اما بالنسبه للي يسال يقول السحبه، الفكره منها ان انت تشيك السيجار الدرو ماله او السحبه مالته قبل لا تولع انه مضبوط ولا مضبوط. ما يحتاج تعور راسك، تقص السيجار تشوف الدرو، اذا درو اوكي ولعته، مو اوكي حطه على جنب شوف لك سيجار ثاني. هذه الفكره من السحبه. اما الفليفرز والاروما بالممارسه راح تعرف وراح تفرق بين الفليفرات انواعها. طبعا يعطيك دخان وايد غني. الفيرست ثيرد مثل ما قلنا ايرثي، بعدين اعطاني وودي، بعدين كمل بالكوكا فليفر، بس كله هادي مع ان الفليفرات وايد قويه. الكونستركشن حدث ولا حرج. اشكر الحبيب اللي صلح لي مشكلتنا بالانجليزي والعربي. الرينج نثبت الرينج 58 والطول 127. يقول انت قلت 48، مشكله من تحول انجليزي عربي. الرينج ماله 58 والطول 127، وهذا السوبريموس وحدث ولا حرج، ما في له شبيه للامانه. كل اللي دخنوه عرفوا انه ما له شبيه من ناحيه الدرو، من ناحيه الفليفر، من ناحيه الاروما. حتى لما تشم الاروما مالته او الريحه مالت السيجار مو ريحه بحيث مؤذيه، بالعكس يستمتع بالشيء. كبير يا سوبريموس، مزاج والاحلى. سكند ثيرد اعطاني روستد نات، بعدين رد الارثي مره ثانيه الحين الليذر فليفر. الفليفرات قويه بس تحسها هاديه لان السيجار مريح. سيجار كل ما يقدم كل ما يريح، يطلع الملح اللي فيه ويوصل لمرحله 28% سكر، يكون سكر داخله، تحس سويتنس او السكر داخله. هذا من كلام نفسهم المصنعين للسيجار يقولون. الكونستركشن طبعا جبار، مزاجه حلو. الدرو مع ان اشوف الاش وين واصل، الدرو لحد الان قوي. ورد اقول لاتكن تراني شايفك. مزاج يا اخي، والله مزاج يسوى كل فلس ينقط عليه. بحاول اقلبه، حرام يعني متحسف، احاول اقدر اقلب ولا لا، لان سيجار صراحه جبار ويسوى ضحيه العيد. انه نقلب سوبريموس يستاهل. متوازن، هذا السوبريموس كبير، متوازن في التدخين، متوازن انه يوقف ولحين يدخن من فوق. مزاج صح صح صح. هنجرب نشيله ونشوف يدخن ولا ما يدخن. اقول لكم كبير السوبريموس، قلبنا وللحين قاعد يدخن. مزاج ولا اعلى. طبعا دائما نقول الليبل لا تشيله الا لما توصل النار، ودائما هذا الكوبي نواجه مشاكل في ازاله الليبل. ما علينا، خلي الليبل يولي. يسالوني وايد عن الهيوميدرات البلاستيك مالت الزيكار الشفاف. انا وجهه نظري لا تستخدمونها، تدخل الضوء وتدخل الحراره، ما منها فائده، شغل ماركتينج. نصيحتي اللي يبي يخزن سيجاره صح يستخدم الهيوميدر الخشب، غيره ما في. لا تخزن بالبلاستيك. نهايه وايد حلوه للسيجار، وايد جميل. الدرو ماله الكونستركشن مثل ما انتم شايفين، ومتوازن السيجار. الفليفر يروح ويرجع، عطاني سبايس سويت، تحس بالسبايسنس على طرف لسانك، والسويت في
اخر طرف سقف الحلج الايرثي، رجع مره ثانيه السيجار وايد متوازن، درو ماله او السحبه وايد ممتازه. في واحد يسال يقول ليش التتن اسود؟ السيجار كل ما يقدم راح يصير التتن ماله اسود، مثل ما قلنا كل ما يقدم يهدأ ويصير طعمه وايد سلس، يصير الدرو ماله وايد سلس، حتى الرتيوهيل لما تسحب وتطلع من خشمك وايد خفيف. اما بالنسبه اللي يقول اذا طفى اقدر اولع، اي نعم اذا طفى تقدر تولع، اما تنظف التتن او تشبه من الحد وتولعه عادي. وصلنا لنهايه هذا المشوار، ودائما لما توصل السيجار لهالحد خليك حذر، لا تدخن سريع لان احتمال يفور لك راسك. ليله سعيده، الله يسعد كل ايامكم ويجعلها كلها اعياد. استمتعت وهذا السيجار الطيب تشاركنا فيه، سعيد برد على اسئلتكم، استمتعت بتدخين سيجار من زمان، كل يوم اقول باكر سيجار طيب، اتمنى اللي يحب يجرب يجرب. صدق شويه غالي بس مزاجه حلو ويسوى كل فلس ينقط عليه. هذا سيجار مو تدخين يومي، هذا سيجار حق مناسبة تبي تستمتع الدخنة. لذلك لما تشتري اختار الوقت المناسب للدخنة، وقت عندك ضبط أمورك، قهوتك حواليك وعندك وقت عشان تستمتع فيه، لأن هذا سيجار مو سريع تمزج عليه صح وتستمتع فيه، يسوى كل فلس تقطع عليه. مثل ما قلنا هذا سيجار حق مناسبات وما يصلح للمبتدئين للأسف، بس سيجار لازم نشارك فيه ونعرف الناس فيه. هذا الكوهيبا سوبريموس مزاجه صح لآخر لحظة، وعلى قولتهم حلاوتها بآخرها. ورد وقول لا تجوف لا تكن، تراني شايفك وراك وراك. أمسية وايد حلوة، ويسعد الله مساكم ودوم عيادكم وتصبحون على